تحت هذه الزاوية من جسر السيد الرئيس أحيث الازدحام والسيارات والمرة والباعة، يجلس العم أبو طلال يقلب صفحات الكتب بين يديه وينفض غبار الأيام عنها في محاولة منه لإعادة الحياة إلى الكتب القديمة منها. كل كتبي مستعملة وعمرها طويل كلياتها، ما عندي كتب جديدة، أنا ما بتعاطى بالكتب الجديدة، ما بتعامل مع الكتاب الجديد، لأن الكتاب القديم هو الكتاب اللي فيه روحانية، هو الكتاب اللي فيه فكر، هو الكتاب اللي فيه اللي انبذل فيه جهد التأليف. أما هلأ أكثر الكتب جمع، في عندي مثلا كتاب اسمه راشد سوريا موجود عندي بالبيت مطبوع 1867، يعني ألف بالقرن التاسع عشر، وفي طباعات كتير من النوعيات هاي عندنا بتنوجد. مثلا أول الطباعات عندي كتاب أو الكتاب المقدس، من أول طباعات الكتاب المقدس بالمنطقة تبع المكتبة الآباء اليسوعيين كانت بحلب، فبالتالي هذا الكتاب كان مطبوع 1790. تنام هذه الكتب على الأرصفة منتظرة قراءها، محتوية بين دفاتها مختلف الثقافات والعلوم واللغات. هذا الكتاب لرواية لدوستويفسكي مزلون، اسمه الرواية مزلون ومهانون، للكاتب الروسي دوستويفسكي. هلق نحن بدنا نفرق بشيء موضوعي وكتير لازم يتفرق بيناتهم، بين الأدب الروسي والأدب السوفيتي. الأدب الروسي أخذ منحة عالمي وشكل نقطة تحول عالمية بالرواية العالمية. هاي طبعت تقريبا عام 1954-55، طبعة قديمة كتير وترجمة كتير رائعة، ترجمة دار اليقظة العربية من أهم الترجمات. هاي الطبعات القديمة أسعارهم يعني حسب معرفة اللي عم يشتغل بهالشغلة الكتب، لأنه مو من كان بين طبعا في واحد ببيعها ب 500 ليرة وفي واحد ببيعها ب 3000 ليرة حسب خبرته هو بالنسبة للكتاب، لأنه هي مصلحة الكتاب، من مصلحة الكتاب أو الوراقة أو الوراقين من أشرف المصالح وأحسن المصالح، مع احترامي لكل المصالح. بإجا بالأغاني لأبي فرج الأصفهاني، قال له أي بني انزل إلى السوق أعمل أما وراقا أما بزازا أما زرادا، فالوراقة والوراقين بتجي أول مهنة. منذ عام 2003 عينت المحافظة هذه المنطقة كسوق لبيع الكتب المستعملة إسوة بمدن العالم كلها. هذه هي مكتبة الرصيف، حيث يجتمع مفكرو العالم وأدباؤه في مكان غير بعيد عن القراء المارة، ويأخذوهم بجولة خيالية بين السطور ببساطة.